بقى الخامات الهندسيه زي الاي بي اس اكريلونيترايد بيوتادين. الاكريلونيترايد بيوتادين انا بعتبره ما خامه عامله زي النحاس بالظبط. يعني اولا بيعملوا منها كل الاجسام بتاعه الاجهزه الكهربائيه، تكييف، غساله، تلفزيون، فدي عامله زي النحاس. يعني انت ممكن تصنفرها، تجيب المنتج لو فيه عيب ممكن تصنفره وتلمعه بالفرشه، ومفيش خامه بلاستيك عندها القابليه دي نهائي. فالسطح بتاعه يقبل السكراتشنج ويقبل التنعيم بصنفره فيها ميه، وبعد كده تنشفها، وبعدين كده تلمعها بالورنيش بتاع التلميع او فرش التلميع زي ما بيقولوا الجماطه يعني، فتلمع. فخامه الاي بي اس انا بعتبرها خامه شبيهه جدا بالنحاس، قويه، تدي لمعه، تدي الوان حلوه. طبعا خامه بولي كربونيت طبعا متفقين عليها تماما. بولي كربونيت طبعا ضد الصدمة وشفافية عالية وزي الإزاز وجامدة جدا، وتستخدم في مقاييس العربيات، تستخدم في كل حاجة أنت عايز فيها صلابة وشفافية ووزن خفيف، خامة صلبة جدا. طبعا دي الخامات اللي البولي أمايد. طبعا لازم نعرف إن في نوعين، 06 وفي 66. 66 ده اللي هو الناشف جامد. طبعا ده بيستخدم في صناعه التروس، الحاجات تحتاج الى احتكاك جامد، استرس جامد. طبعا البولي امايد ده خامه ممتعه، تقدر تعمل منها اجزاء هندسيه كتير جدا. فدي الخامات اللي احنا بنتعرض اليها بصفه عامه وكويسه. عايزين نعرف بقى ازاي انا يعني يكون عندي خلفيه كيميائيه بسيطه عن بعض الجزيئات اللي موجوده فيها الخام. فاحنا مثلا عارفين ان البلاستيك هو خامات هيدروكربونيه، يعني بتتكون من كربون وهيدروجين وعناصر اخرى كتير، لكن اساس التكوين بتاع الجزيئ البلاستيك هو الكربون. الكربون ده تكافؤه رباعي، 1 2 3 4، يعني مرتبط باربع ذرات هيدروجين ده بقى عشان واحد فبنسميه ميثان. خلاص لو جه حد خد هيدروجين جزيء تاني هيبقى اسمه ميثايل، يعني دخل في خناقه وتعور مثلا. طيب لو اشتركت الكربونه مع ذره ثانيه هتبقى ايثان اهي. دي عندها اثنين يبقى عايزه اثنين، ادي 1 2، ودي عايزه اثنين، ادي 1 2، ادي هيدروجينه وادي هيدروجين. وزي ما احنا قلنا في الارقام بتاعت اللغات القديمه ده هيبقى ايثان. ده لو فقد هيدروجينه هيبقى ايثايل. بس ده عشان في دبل بوند، يعني في ربطتين غير ده ربطه واحده. خلاص فده يبقى اسمه ايثايلين. خلاص فاحنا لو جبنا كذا كربونه بقى اهو ماشي كده، واشترك مع واحده بعد منها، واشترك مع واحده منها، وهكذا. وده هيدروجين، ده كل بقى الاذرع دي تبقى هيدروجين هيدروجين كده. احنا عملنا عمليه بلمره، يعني بقى متعدد البولي ايثيلين. كلمه بولي يعني متعدد، بولي يعني ايه؟ متعدد. فكلمه بولي يعني متعدد، ايثيلين يعني متعدد الايثيلين، متعدد الايثيلين. يعني نفهم منه ان في كربونه هنا ماسكه بكربونه مع كربونه هكذا، يبقى ده شكل جزيء البولي ايثيلين عامل كده. بس شرط ان كل دول اتش،
كل الفروع دي ايه؟ اتش بس، وده متعدد بولي سيلين. يبقى لما اسمع كلمه بولي يبقى متعدد كده بالشكل الجزئي البولي سيلين. طب انا هستفيد ايه من شكل البولي سيلين الشكل الجزئي ده؟ اعرف ان المركب ده محتاج لدرجات حراره عشان يسيح، بس ما يبقاش ايه درجات حراره عاليه، لانه سهل سهل انه يتاثر بالحراره وتتمدد هذه الايه الروابط وتتكسر. كمان الرابطه دي لما بتكتسب حراره بتحصل ايه؟ دي بتنشط، لان دي ضعيفه اضعف من دي، دي بيسموها سنجل بوند ودي دبل بوند، دي سنجل بوند ودي دبل بوند. لما الحراره بتاثر بيحصل ايه؟ دي اللي بتتاثر عشان دي ضعيفه، فبيحصل ايه؟ تتمدد، يعني ايه؟ يبعدوا عن بعض شويه، خلاص تبعد كده، دي تبعد. فلما بتبعد بقى يحصل هو ده ايه؟ يبدا يسيح. لو زاد زياده عن اللازم دي هتتكسر ويتحول الى غاز وتنتهي القصه ويبقى الايه؟ البلاستيك اتحرق. ماشي؟ طيب لو انا مثلا البولي بروبلين هيبقى كده دبل بوند اهي برضو اهي، ده عايز اتنين زي ما قلنا، ده رباعي. بس هنا بقى في مجموعه ار اللي هو سي اتش 3، سي اتش 3 احنا بنستبدلها بكلمه ار لانها ممكن تكون مختلفه التركيب. دي اتش دي هتبقى كربونه وبعدين مرتبطه كمان بواحده تانية، وده هنا كل اتنين من دول معاهم ايه؟ ار واحده، حسب بقى التركيب الجزيئي بتاع الايه؟ بتاع المنتج. ار هنا وهكذا، ماشي؟ وهكذا. طيب ده منتج بيحتاج الى حراره اعلى، ليه؟ لانه اصبح معقد شويه، خلاص. يعني لذلك البولي بروبلين بيحتاج الى حراره اعلى، ليه؟ لان عند الجزء بتاعه اعقد من مين؟ من البولي ايثيلين. فالبولي ايثيلين لو كان بيحتاج درجه حراره مثلا 140 ده يحتاج الى 170 180 وهكذا. يبقى شكل الجزء بقدر انا ككيميائي اعرف الايه؟ درجات الحراره اللي احتاجها. تاني حاجه الشكل الهندسي هنا هيبقى منتظم اكتر من ده، يبقى ده هيكون شفاف اعلى من ده. شفت بقى؟ يعني كل ما هنا ايه ده، عشان طبعا الار دي عامله نوع من الاستريك هندرنس، يعني بيعكسوا بعض، واخد بالك؟ فبتخلي الجزيء ايه؟ ما فيهوش كريستالينيتي، ما فيهوش ترتيب هندسي، يبقى فيه عشوائيه شويه. فيبقى بولي بروبلين هنا ايه؟ هيطلع شفاف اكتر، هيطلع يستحمل حراره اكتر وهكذا. يبقى من شكل الجزيء بقدر اتعلم انا ككيميائي من الايه؟ من شكل الجزيء ده. الحاجه الثانيه ودي الاهم برضو، باجي احلله في المعمل بيديني، بعمل تحليل اسمه تحليل الاي ار انفراريد. تحليل الاي ار ده مثلا مع البولي ايثيلين بيديني طبعا الاشعه لما بتضرب في المركب بتضرب في الجزيء، فبتديني ذبذبات، فالاي ار ده يعمل ايه بيك؟ يعني كده، ما تصورت ده كده. فدي من هنا لهنا دي كده اسمها بيك، من هنا لهنا، سوري، من هنا لهنا دي بيسميها بيك. البيك دي ليها قيمة مميزة للبولي ايثيلين، وفي قيمة مميزة للبولي بروبيلين، وفي قيمة مميزة للبولي ستايرين، في قيمة مميزة للبي اي تي وهكذا. يبقى التحليل في المعمل اداني حاجه زي كده، خد بالك؟ دي من اهم التحليل اللي احنا بنعملها في المعمل، ودي هنتكلم عنها في التمييز بين الخامات. احنا دلوقتي بقى عايزين نوضح التمييز بين الخامات، نميز بينهم ازاي؟ طيب اول حاجه احنا هنلجا لتمييز العناصر عن طريق الكثافه. دلوقتي انا هعمل كده، ده وسط مائي، هنا دايما على طول البولي ايثيلين ومشتقاته، يعني ال اتش دي بي اي، اتش دي بي اي، ال دي بي اي، والبولي بروبلين اللي هو الهوموجينيوس واللي هو ايه متجانس او كده. الوسط المائي هم يعوموا فوق الميه، خد بالك؟ بقيه الخامات كلها بتنغمس تحت،
يعني هنا هنلاقي اي بي اس، بولي امايد، بولي ستايرين، وهكذا اكريليك. كل دول بيختصوا تحت الميه. الوحيدين اللي بيعوموا فوق الميه الاثنين دول. طيب الاثنين دول انا ممكن افرق بينهم في الكثافه؟ ايه؟ اجيب وسط كحولي زائد ميه، كحول زائد ميه، اعمل ميكس كده من الكحول والميه. الكحول طبعا كثافته 8 من 10 كحول، والميه 1. فاعمل خليط منهم لغايه لما الاقي البولي بولي اسيلين عام والبولي بروبلين غطس، لان ده كثافته بتبدا من 0.9 مثلا 3 لغايه 9.6 كمان، وده بتبدا من 0.9 يعني هنا نقول مثلا 5 95% هنا 9 من 10. يبقى انا كده عرفت افصل بين الاثنين ولا لا؟ عرفت. وبالطريقه دي ممكن افصل بين كل الخامات دي بايه؟ حتى لو بولي اسيلين هاي وبولي اسيلين لو، بالميكسر ده، بالميكسر ده اقدر افصل بينهم هما الاثنين. خلاص، دي كانت اهم حاجه عايز اوضحها، علاقه الكيمياء دي طبعا موضوع كبير يحتاج الى شرح اكتر من كده، ولكن هنكتفي بالايه؟ التفاصيل القليله دي. يبقى احنا بالميه ممكن نعرف ان كل اللي هو بيعوم اما بولي اسيلين اما بولي بروبلين. اميز بينهم ازاي؟ اجيب خليط من الكحول والميه، يعني اجيب الميه واحط الخامتين، الخامه ايه اللي خامتين هيعوموا، ابدا اضيف كحول واحده واحده، يعني اجيب كاس كده في ميه وهنا هيبقى البولي اسيلين والبولي بروبلين الاثنين عايمين، اضيف عليهم الكحول واقلب خفيف خفيف خفيف، هلاقي بعد كده ايه؟ الوسط الميه اهو الكحول، ده هنا بقى كحول وميه، هلاقي البولي بروبلين نزل لوحده والبولي اسيلين بقى فوق. يبقى عرفت ان ده اول ما يختص كده يبقى البولي لان ايه؟ البولي اسيلين عمره ما هيختص حتى لو وصلت الكثافه 1، يبقى هيفضل عايم برضه. ماشي؟ يبقى كده قدرنا نميز بين الاثنين دول، وبالطريقه دي تقدر تميز بين البولي اسيلين اللو والبولي اسيلين الهاي. دي كانت بالنسبه للكثافه. في طريقه ثانيه لقياس الكثافه بقى، لقياس الكثافه، ودي الطريقه دي استمدت من ارشميدس بايه؟ ان انا اجيب كاس مدرج 1 2 3 4 مثلا، واحط فيه ميه، اجيب المنتج اللي معايا هنا المنتج واحطه في الميه، هشوف المنتج هيزيح قد ايه، يعني الميه دي هتبدا تعلى قد ايه. ماشي؟ نتيجه ان انا حطيت المنتج في الميه فزادت الايه؟ حجم الميه. الزياده ديك مع باينه بقى، ده كان مليان لغايه 10 سنتي بقى 15، يبقى زاد حجمه كام؟ 5. خلاص، يبقى انا عرفت حجم المنتج 5 من المعادله البسيطه خالص اللي هي ايه؟ الكثافه تساوي الكتله على الحجم. الكتله دي بوزن المنتج، وزن المنتج اقسمه على الحجم اللي هو طلع عندي من الكاس اللي هو المدرج ده. ودلوقتي بقى بيتباع في كل حته، لو جبت شفشق مدرج، مخبار مدرج، كاس مدرج، في حاجات كتير قوي مدرجه بتتباع دلوقتي، ومليت ميه لمسافه معينه كده وبعدين حطيت المنتج، هيظهر لك ايه؟ زياده في الحجم. يعني هنا كانت 10 بقت اصبحت 15، اطرحهم من بعض. طبعا الحجم ده بالسنتيمتر المكعب عشان اعرف المعادله صح. الكتلة دي لازم تكون بالجرام، يبقى جرام على سنتيمتر مكعب هيديني الكثافة المظبوطة. مثلا نفترض مثلا نص جرام على السنتيمتر المكعب، تمام؟
يبقى قدرت اعرف الكثافه، هروح اقارن في الجدول واخد بالك، هلاقي الكثافه دي بتقابل مين، مثلا بولي سليد بولي بروبلين زي ما هو موجود في الجدول، زي ما النتيجه طلعت هتبقى دي الكثافه. طبعا الاختبار ده مش دقيق قوي، انما يعني على اساس اجهزه القياس مش مظبوط. في جهاز بقى اصلا بيبقى في المعمل وهو جهاز قياس الكثافه، بتحط في المنتج ويطلع لك الكثافه بتاعته كام على طول. في قصه ظريفه عن قياس الكثافه ونحب ايه يعني نحكيها سريع كده. ارشميدس، ايام ارشميدس كان الملك اشترى عقد مجوهرات وعايز يعرف هو اصلي ولا لا، والمجوهرات دي كانت ذهب، يعني كانت العقد ده من الذهب. فجاب ارشميدس عارف انه عالم كبير، فراح مديله العقد وقال له شوف لي ده العقد ده اصلي ولا مش اصلي. فطبعا ارشميدس يعرف ازاي، فراح عامل ايه مش عارف. هما كانوا زمان بيستحموا في ايه، في برميل ميه، يعني برميل ميه، يملوا برميل ميه كده ويغطسوا فيه. فلما نزل في برميل الميه هو كان تخين، فالميه طبعا خرجت بره البرميل، ففهم بقى ايه القصه. فجرب المرميل وهو عريان وراح قال وجدتها. ايه هو اللي وجدتها؟ فطبعا ارشميدس فهم، ما ممكن ايه، سبحان الله يا جماعه، كل في الكون ده في اسرار لله، اذا جه وقت السر انه يطلع يعني الباحث بيبحث هيوصل للسر، لكن جه اوان السر وما فيش حد بيبحث، فربنا جابها صدفه. دي بقى اللي بنقول عليها صدفه، ربنا ان الاوان ان يكشف هذا السر، يخرجوا للعباد عشان يستفيدوا. فهو فهم الصدفة دي، المية خرجت من البرميل ليه؟ نتيجة وزنه هو وحجمه، هو اللي خلى إزاحة المية تطلع بره. فراح عامل ايه التجربة، جاب كاس وجاب بقى حاجات كتير يوزنها، يعايز حجمها. فبقى ايه، جاب كاس في مية ويحط الجسم، يقوم الحجم يزيد، الحجم يزيد بمقدار حجم هذا الجسم، يبقى ايه حجم الجسم يساوي حجم زيادة الحجم في المية، أو بالبلدي كده حجم الجسم يساوي حجم الماء الإيه المنسكب، يعني حجم الجسم المغمور يساوي حجم الماء المنسكب، تمام. فطبعا لما خد الحجم وعنده العقد وزن العقد، قسم الإيه الوزن على الحجم، فطلعت مين الكثافة. طبعا كثافة الذهب معروفة بالنسبة له، فعرف إيه، يعرف ان ده اصلي ولا مش اصلي، تقدر تطبقها في حياتك في حاجات كتير. وده كان كلامي عن الكثافة، وان شاء الله نلتقي في حلقة اخرى ازاي نميز بين الخامات. كان معاكم الكيميائي ممدوح محمود.